التواصل الاجتماعي عن القيصر كاظم الساهر، حيث قام الفنان كاظم الساهر بتوجيه رسالة للشعب المصري بالكامل، حيث وجه رسالة إلى المصريين والجيش المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر تشرين الثاني 1973. وبالتالي قال الفنان القيصر كاظم الساهر: أخوتي أحبتي في أم الدنيا مصر، بمناسبة انتصارات أكتوبر تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة، دمتم دائما بمحبة وسلام، صديقكم الفنان كاظم الساهر. ويذكر أن حرب أكتوبر بدأت في السادس من الشهر نفسه عام 1973 الموافق 10 رمضان 1393 هجرية، وواجهت إسرائيل هجومين مفاجئين ومتزامنين للجيشين المصري في شبه جزيرة سيناء والسوري في هضبة الجولان المحتلة، وانتهت باستعادة سيناء. فكانت هذه هي الرسالة اللي وجهها القيصر كاظم الساهر بكل حب وبكل تفاني للشعب المصري ولأم الدنيا مصر. فخلونا نشوف هذه الرسالة اللي وجهها القيصر الفنان الكبير كاظم الساهر. إخوتي أحبتي في أم الدنيا مصر، بمناسبة انتصارات أكتوبر تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة، دمتم دائما بمحبة وسلام، صديقكم كاظم الساهر. إخوتي أحبتي في أم الدنيا مصر، بمناسبة انتصارات أكتوبر تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة، دمتم دائما بمحبة وسلام. يعني هذه الرسالة الكبيرة اللي وجهها الكبير بعطائه بفنه بتاريخه، اللي أنا قبل أيام يعني حكيت عن هواية نجوم بالوطن العربي اللي هم لهم تاريخ ولهم ثقافة ولهم باع كبير بالوسط الفني، واللي واحد منهم القيصر كاظم الساهر اللي هو يعتبر اليوم مو فقط فنان عراقي وإنما هو سفير للأغنية العربية العراقية حتى على العالم أجمع. فهذه الرسالة اللي وجهها بكل تواضع وبكل محبة لبلدنا الثاني مصر، لأم الدنيا، لحاضنة كل الفن بصورة عامة من كل الدول العربية، واللي قدمت أهم نجوم الوطن العربي إذا كان على صعيد محلي بمصر أو صعيد عربي وحتى للعالمية مثل الفنان الراحل عمر الشريف. فهذه الرسالة اللي وجهها القيصر كاظم الساهر، وبدورنا احنا اكيد احنا نوجه لمصر ام الدنيا رسالة محبة وسلام وامان لكل الشعب المصري، وكل الامان والسلام للوطن العربي اجمع ولبلدنا العراق. خلونا ننتقل لموضوعنا الثاني.